تلقوا خيمة العقيل زينب، فذهبت وأرادت أن تصعد على ظهر التل، فوجدته تلا حادا قاسيا صلبا، فنادته قائلة: رخمتنك ما قدر خل استراح. رخمتنك ما قدر خل استراح. لا توجه لله واكشف معصبي، بالله تل تل شو ترفع متونك لفوق، بلكي حي عباس ويشوف العبي، بلكي يرفع حاجبه ونشرب امان. هو لو موجود يطلع كوكبي، هتشي هتشي صقر الطف يشم حرق العباه، وهتشي يشتم بالحرق بالحرق نية سبي. مو جلودي نزع من الطف رجال، هسه ذا عن خايم الشيهم دبي. مرة مرة حشمته وقطف جدامي كون، هاي وانا محشمته وهو صبي. الدنيا ما قدرت تهز شارب لاخوي، هزت الشارب تصير بمطلبي.